عليكم. شلون شخبارك؟ يا هلا يا هلا. شلون شخبارك؟ الحمد لله على الله. يا هلا بي. وين اللي شفتيه؟ أني؟ إيه. مشي لارس جديد. مشي لارس جديد. أنفال إحنا هنا. أي سنة شفتي بيها؟ بلي. أي سنة؟ 88؟ آه. 88. إيه والله 88 إحنا هنا. أني وحيدة. بس نريد منك الجنازة ما بس احنا نريد منك. اني ما عندي احد، كلهم رايحين، ابد ما عندي احد، اني وحيده. اثنين اخوان، ابويا عمي رجلي كلهم، قريتنا قريه زيتي 44. انت هم؟ والله يعني احنا ساكنة هناك، احنا ساكنين، عذبونا بهاي القلعة بالبلوكات، الرجال كلهم قتلوهم هناك هذولا. قدمتوا تضحيات هواية؟ اي والله. شو نفكر بالمستقبل هسه؟ ان شاء الله ان شاء الله. البركة بيك. ان شاء الله ان شاء الله. وشلون نتعلم انه هذا بعد 100 كرر مرة ثانية بحياتنا بتاريخنا؟ ان شاء الله. أهم شيء ما نكرر نفس أخطائنا. ان شاء الله ان شاء الله. زين؟ كاميرا بتعصبت وين عصبت. لا تبكين، لا تبكين، لا تبكين، لا تبكين. أما كنا نبكي. زين؟ اللهم صل على محمد وهند الجنامه. ايه كل الدم مع الانفال. هاي منو هاي؟ بس ابي من السنه بك تشوفوا تشكري بس اي سنه بك ولا هاي سنه بك. هذا الواحد احنا عندنا هنا. تحتاجي تحتاجي. وذا شلالي ما بي راقد وين جازو تعزدن بقلع اذا مش تم بلا جلجن مبهوت. هواي عذبونا فالفرحه. عذبونا بلوك حنون وصار ما انا اعرف بدي اخلص دون فوله اهم يوم زون هاي كل ما كريم مدام فوله هنا صار ما توتي الدنيا ايفان بشولا كريم رازي بينو من زمان هذا الله كريم زون يا كل ما كريم زين خدي عمري هذه ان شاء الله بدي استهرا فلان ان شاء الله رب الناس طبعا هاي الزيارة لهذا المكان اللي مفعم بالوجع والتاريخ العراقي من ضحايا الأنفال، هو وجع لكل العراقيين، ضحايا الأهوار، ضحايا المناطق المقدسة، ضحايا أبناء الأنبار، ضحايا انتفاضة شعبان 91، وضحايا الأنفال السيئة الصيت يقترفها النظام البائد. المطلوب شلون نتحول إلى درس في حياتنا كعراقيين، إنه أخطاء الماضي ما نكررها، وإن العنف من ولد إلا العنف. المطلوب شلون نفتح صفحة جديدة بحياتنا، شلون نستخلص العبر من هذه التجربة الأليمة في تاريخ الشعب العراقي. نتذكر دائما معاناة العراقيين، حولها إلى حاضر ونستفاد منها درس لبناء المستقبل، بناء مبني على التسامح، على منع الكراهية في المجتمع، وبناء مجتمع لأفضل لأجيال المستقبل. أنا أتذكر الأنفال لأن كنت شاهد عليها، وتشرفت أن أكون أول شاهد أقدم شهادتي عن تجربة الأنفال اللي عشت لحظة لحظة في جبال كردستان، وكان لي الشرف أن أكون من أول من قدم هذه الشهادة ضد النظام البائد عن الجرائم اللي اقترفها. المطلوب شلون نطلع من هذا الدرس اليوم، الدرس اللي بيه مستقبل نحمي به أبنائنا وأولادنا، إن هذه المأساة يجب أن لا تكرر. ولكن مع الأسف الشديد واقعة أخطاء كررناها في بعض مناطق العراقية عندما سمحنا لبعض الجماعات الإرهابية أن تقوم بجرائم شبيهة لجرائم صدام حسين من ضحايا عمليات إرهابية لداعش ضد اليزيديين أو التركمان أو الكرد أو العرب في مدن العراق. يجب نتعلم من هالدرس.
إن شاء الله نطرح بروح التسامح، بروح منع الكراهية ومنع تكرار ما حدث عن طريق حماية نظامنا الديمقراطي.